عندنا حاجه اسمها عندنا مصطلح اسمه اكسس لاين. ده مصطلح الاكسس لاين. ايه الاكسس لاين؟ هو خط قديم او خط بقاله فتره طويله السوق بيحترمه كدعم ومقاومه لفترات. يعني زي الخط اللي انا رسمه ده اسمه اكسس لاين. هعلمكم حاجه في الشغل معايا، انا ما بتفرقش معايا الاسماء، اكسس لاين شركس لاين مش موضوع، مش مهم انك تفهم تحفظ اسماء، المهم ان انت تفهم السلوك. واضح؟ واضح كده؟ هو خط يعتبر دعم مقاومه لفترات طويله. طب جميل، تعالى نرجع تاني. هنا يتولد عندها موضوع يقول طب انا الان كنت بتكلم على الخطوط ودعم المقاومات الافقيه، في عندنا نوع اسمه الدعم والمقاومات القطري او الدياجونال او خطوط الاتجاه. حلو؟ الخط الصاعد بنسميه ديماند لاين او خط الطلب، الخط الهابط سبلاي لاين او خط العرض. عشان ترسم خط صاعد مش محتاج نقطتين، بس مش اي نقطتين يا شباب، مش اي نقطتين نحفظ، لازم انت ادي قاع، طلعنا ادي قاع، النقطة دي عشان ترسم ما بين النقطة التانية لازم يكون السوق من النقطة التانية اتحرك واغلق فوق القمة اللي اعلى قمة ما بين القاعين كده ارسم تريند لاين. لو السوق عمل كده ده مش تريند لاين عندنا. واضحة؟ يعني مش اي خطين. الترند لاين احنا بنتكلم عليه في ترند لاين خاص بالنماذج، وكان انت بترسم نموذج زي المثلثات والكلام ده كله هنطبق عليه، بس بنتكلم اللي احنا بنستخدمه كدعم ومقاومه هو اللي قدر يعمل قمه جديده، وفي الهبوط قدر يعمل ايه؟ قاع جديد. يعني ادي واحد اثنين قمه دي عشان لا كده ما اقدرش ارسم كده، ما اقدرش ارسم كده غلط. لما يرجع يعمل اللو ده كده اقول لك اه كده صح. تمام؟ وضحت؟ خطوط الاتجاه مهمه؟ مهمه، لازم يكسر القاع اللي ما بين القمتين، يعني انت عندك ادي خط عشان ترسم ما بين نقطتين عشان اقدر ارسم تريند لاين اهو. ده انا عايز ارسم قمتين. لما بقول قمه عشان نحدد برضه معنى في القمه، القمه هي شمعه الهاي بتاعها اعلى من شمعتين يمين وشمعتين يسار، ده نسميه قمه. مش مهم ترتيب ايه اليمين ويسار، بس المهم هو اعلى. يعني دي ايه؟ قمه ولا لا؟ دي قمه. دي هل قمه؟ دي قمه؟ لا، لانها مش اعلى من شمعتين يمين وشمعتين يسار. دي قمه؟ يبقى انا اقدر ارسم الترند لاين عامل كده. طب ليه تقدر ترسمه هنا؟ هو القمه دي والقمه دي ادي ادنى قاع ما بينهم، وانت لازلت اغلقت، اغلقت مش مجرد ذيل. راجعوا الكلام، اغلقت اسفل منه، يبقى كده اقدر ارسم التريند لاين ده ولا لا؟ كده ترسم التريند لاين كده. طيب لو عملته كده غلط ولا صح؟ صح. لو عملت كده صح، كل الترندات لاين سليمه. حلو. الخط الترند لاين ده بيعتبر ايه؟ مقاومه. الهابط مقاومه والصاعد دعم. نتعلم حاجه، عندنا قاعده بتقول ان انت عندك خط مقاومه كده، خط دعم كده، انا اسف، فوقيه بنقول ان دي اسمها باي زون او منطقه ايه؟ بالعربي منطقه شراء. يعني مثال، لو السهم عامل كده مثلا اب ورجع هنا مثلا، يبقى هنا فرصه لايه؟ شراء. طيب تخيل معايا السهم نزل تحت الترند وطلع اغلق فوق، ها رجع منطقه الايه؟ الشراء. حلو. طب تعالى خط عندك هابط اسمها ايه اللي تحت؟ اسمها ايه المنطقه اللي تحت دي؟ اسمها ايه؟ سيل زون، منطقه ايه؟
بيع. حلو. طيب لو عملت كده وطلعت فوق، ها كده دخلت منطقة الايه؟ المفروض الشراء، دخلت منطقة الشراء. طب جميل. طب تعالى لو عملت كده رجعت منطقة الايه؟ خلي بالك احنا الى الان قلنا ان قرار الشراء او البيع لما نكون عارفين ان اللي بيعمل الشراء ده هامور. حلو. احنا الى الان بنتكلم على وين مناطق الشراء والبيع، او بمعنى اصح وين المناطق اللي هبدا احللها عشان اخد قرار. واضح؟ كاكزامبل اتخيل معايا السوق عمل حركه زي دي ونزل عمل كده وعندك دعم زي ده. طيب مين المنطقه اللي تحت المقاومه دي؟ منطقه سيل زون ولا باي زون؟ سيل. حلو. واللي تحت الترند لاين سيل ولا باي؟ سيل. الان لما السوق عامل كده فرصه لايه؟ لا تعمل ايه؟ تبيع. طيب باي ليه؟ انت الان راجع عند المقاومه اهو، باي ليه؟ تبيع. حلو. طيب الحركه اللي حصلت دي كانت اشاره لايه؟ هنعرف بعدين ان احد اشارات صنع السوق هو الكسر او الاختراق الوهم، صح؟ مين يقدر يعمل حركه زي دي؟ صنع سوق. لما يلبس الناس هنا يبقى هو لما هيرفع السعر هنا هيكون ده فرصه لليه؟ للبيع. واضح؟ واضح يا شباب؟ لو تمام الى الان اكتبوا لي واحد. طيب السوق خطوط الاتجاه، في ممكن ترسم كذا خط اتجاه زي ما عملنا من شويه. كل الخط الاتجاه كل ما يكون ميله كده مش حاد او ميله 45 درجه بيكون اقوى من انه لما يكون ايه؟ كده. كل ما يكون احد يبقى خط الاتجاه ماله؟ اضعف ولا لا؟ اضعف. طيب نسال سؤال، الخطوط الافقيه الدعم والمقاومه الافقيه معروف ليه هي بتعتبر دعم ومقاومه؟ لان دي اماكن طلبات وعروض، صح؟ مظبوط ولا لا؟ احنا دايما اتعودنا ان لازم نطبق الشارت على الحقيقه، الحقيقه هي العروض والطلبه، مش الشارت مش الحقيقه، الشارت هو مجرد رسم للحقيقه، خط السير اللي بيحصل. طيب ليه خط الاتجاه مهم؟ ليه خط الاتجاه مهم؟ أوامر، لو أنت بتتكلم على أوامر معلقة لصانع السوق، هو المفروض الأوامر المعلقة تبقى تبان في الخطوط الأفقية، صح؟ ليه؟ نرجع نقول يعني أنت الآن لما يكون عندك شرط زي كده وتيجي تقول لي إن ده أصبح دعم، منطقي. ليه؟ لأن كان في عروض هنا وهو حد دخل طلبات هنا، فطبيعي لما يرجع المنطقة دي فرصة، صح؟ صح؟ طيب شباب نرجع نقول افهموا السلوك، نرجع نقول كل اللي انتوا بتقولوه كلام تكنيكال مش كلام الحقيقي او كلام الواقع. احنا قلنا الواقع ايه؟ قلنا الواقع ايه؟ من هو الواقع؟ ايه الاساس السوق؟ ابدأ من اول كده، عيد السيناريو القصه من اولها، مين الاساس؟ هوامير وافراد، صح؟ الهامور عشان او الصندوق او وات ايفر اسمه بيعمل ايه؟ بيحتكر السهم، بيحتكر السهم، صح؟ خط الاتجاه مهم لان صانع السوق عشان يحرك السهم بيبقى له معدلات معينه في الحركه او سرعه معينه في الحركه. مش دايما في اسهم بتلاقيها بتصح 4-5% وتطلع، تلاقي هامور او شارت متعود 4-5% ويطلع 4-5% ويطلع 4-5% ويطلع، صح؟ اللي بيقيس دايما التسارع او الحركه هو خط الاتجاه. خط الاتجاه بيوريك السلوك بتاع الهامور. لو انت خط الاتجاه عامل كده يبقى الراجل عمال يعمل ايه؟
مستعجل ولا لا؟ مستعجل. لما بشغال كده يبقى ده معدلات، هو عمال ايه ماشي كده. يعني لو اشترى 100,000 سهم هنا بيبيع 20,000 سهم عشان لما يهد السهم يرجع يشتري تاني، فده بنسميها ايه؟ حلو؟ ده بنسميه ان هو اشاره الاتجاه او خط الاتجاه بيقول لك سلوك المضارب ايه. حلو؟ هنيجي لها ونطبقها ان شاء الله. طيب هل بنطبق مبدا تبادل الادوار؟ ايوه بنطبق مبدا تبادل الادوار. حلو. السوق لما بترسم كذا خط اتجاه هتلاقي السوق ممكن لو ما احترمش ده هيروح يحترم الايه؟ الثاني. ما احترمش ده هيحترم الثاني وهكذا. لو كل شويه عمال يكسر خط في خط في خط يبقى للسوق ايه؟ او السهم ايجابي ولا سلبي؟ عارف ايه معنى ان هو عمال يكسر خط اتجاه؟ تحت كده ويطلع وينزل يكسر خط اتجاه ومش عايز يطلع. يبقى الراجل بيغير سلوكه ولا لا؟ الله ينور عليك يا ابو معتز. بدا يغير سلوكه، يعني ده سلوكه انه كان اب هدا يرفع، اب هدا يرفع، هنا بدا يغير ايه؟ سلوكه. بيصرف، بيعيد تجميع، بيعيد ترتيب ورقه، المهم ان في تغير في السلوك. حلو؟ لو واضح الى الان اكتبوا لي واحد. طيب نيجي النقطة، احنا اتفقنا ان تحت المنطقة اللي تحت اسمها ايه؟ سيل زون ولا باي زون؟ سيل زون. وفوق باي زون. حلو. لما تطلع فوق كده لما ترجع لمنطقة زي دي ايه رأيك؟ فرصة للشراء. تمام؟ جميل. تبعدوا ادوار. احنا عندنا حاجة اسمها الكلاستر. الكلاستر ان يكون عندي توافق ما بين خطوط الاتجاه وما بين مثلا الدعوم والمقاومات الافقيه. تمام؟ يعني دي اصبحت منطقتي في توافق هنا ولا لا؟ يعني لو لاحظت لو انا عملت من اللوده كده في توافق هنا ولا لا؟ كلاستر بنسميه توافق. حلو؟ ولو عملت كده صح خط الاتجاه ده ولا مش صح؟ صح. ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي ظهر هنا؟ توافق. فاحنا كتير لما بنيجي نرسم دعوم ومقاومات بنطلع نقطه عليها توافق. كم مثال هناخد مثال ده. توافق دعم افقي. دي مثلا قلنا احنا ان دي مقاومه. اصبحت ايه؟ دعم. حلو؟ طيب لنفرض مثلا خلينا نقول كده مثلا خلينا ناخد حاجه على الماضي افضل عشان طب دي ايه؟ هل خط الاتجاه ده صح؟ مظبوط؟ صح. طيب وكان هنا كده ايه؟ ايه رايك في الحته دي؟ كانت النقطه دي توافق ولا لا؟ حلو؟ كل ما تكثر التوافقات جيد ولا سلبي؟ حلو؟ جميل 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 جميل. يبقى ده التوافقات. نيجي لاخر جزء عندنا. طيب هنجلها هوضح لك. نيجي الان لموضوع القنوات السعريه. هجاوب على الاسئله بعد ما اخلص الحته دي. اوكي؟ احنا عندنا حاجه اسمها القناه السعريه، مش انا اتفقت معاكم قلت لكم ان الهامور بيكون معدل حركه معين بيطلع وينزل ليه؟ هل ينفع الهامور يعمل كده؟ ما ينفعش. ليه؟ او الصندوق لانه مش هيلاقي مشتري. صح؟ مش هيلاقي مشتري فوق. ساعتها هو هيتعلق في السهم ولا لا؟ لما يجي يبيع فين المشتري؟ اما لما يعمل حركه زي دي بيخلق هنا ايه؟ مشتري وايه؟ وبايع. حلو؟ هنا بقى بتيجي اهميه القناه السعريه. القاعده والقاعده اقدر ارسم ما بينهم خط اتجاه كده؟ حلو. القناة السعرية تمام؟ القناة السعرية دي أو خط الاتجاه ده هو عبارة عن إيه؟ إن بنعمل موازي خط الاتجاه فوق ما بين عشان أرسم ما بين القاعدة والقاعدة ده أروح للقمة اللي ما بينهم وأعمل موازي. فبلاقي السوق عمال يمشي في إيه؟ يحترم القناة أو الحركة اللي هنا. هنا فرصة لإيه؟ البيع. هنا
فرصة لإيه؟ شراء. نفس الموضوع، خط الاتجاه ده فوقيه المفروض ان هو باي زون، تحتيه سيل زون. يعني لما اطلع كده وارجع يبقى لازم افكر في ايه؟ في البيع. طيب عشان ارسم خط الاتجاه محتاج، او ارسم قناه سعريه محتاج ايه؟ ارسم خط اتجاه زي ما انت عايز. الان كمثال، وقلنا بنكتر عدد النقط، خط الاتجاه ده واحد صح ولا غلط؟ خط الاتجاه ده صح ولا غلط؟ صح. الان لو علمت عليه كده وعملت موازي ورحت، انا اقدر احط على اعلى نقطه ما بينه صح؟ وممكن الافضل ان انا اعمل ايه؟ اكتر عدد النقط. لو حسيت لو نزلت كده هتلاقي ان انا عندي ايه؟ 1 2 3 4 5. يبقى ده كان القرار هنا، هنا ايه؟ بيع. حلو، تعالى ناخد مثال تاني. هل اقدر ارسم كده؟ اقدر ارسم كده ولا لا؟ خط اتجاه ممكن قمه نقطتين ولا سهل. طيب لو عملت لها موازي ادنى نقطه ما بينهم، يلا نفس الموضوع، ممكن احط على ادنى نقطه، ممكن احط على نقطه اكثر تكرار عشان اخد النقطه دي والنقطه دي مع بعض. هنا كان القرار ايه؟ مفروض يعني شراء، بغض النظر عن مين بيشتري، بتكلم بس على الاماكن. هنا لما راجع هنا قرارك ايش؟ بيع. حلو. يبقى القناه السعريه مهمه 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 جدا جدا. لما بتيجي ترسم قناه سعريه عود نفسك الاتي، لما يكون لك سباي او حته طالعه زي اللي طالع كده، روح اعمل موازي واعمل كده. يبقى المنطقه دي المفروض بالنسبه لك منطقه ايه؟ تعتبر باي ايه؟ زون. طيب نفس السالفه، لو عملت كده دي اصبحت منطقه ايه؟ فوق سل. حلو تمام واضح. لما نيجي نرسم بالشكل ده تلاقي الماركت بتبدا تحدد السيناريو. الان السوق عمل كده، ركز بقى هنا على سؤالك، خط الاتجاه ده صح ولا غلط؟ صح. لو عملت له موازي اهو صح. طب تعالى لي بقى النقطه، ايه اللي انت ملاحظه لما الحركه بتتسارع لتحت؟ التسارع ده معناه ايه؟ خلينا نشرحه بالبلد. اتخيل معايا الان انت معاك 10 جوالات. معاك 10 جوالات. كنت كل يوم بتبيع لك جوال واحد بس. صح؟ فكان معاك المفروض ل 10 ايام عندك قوه ايه؟ بيع، عندك قدره على البيع. حلو؟ لو نزلت خلال يومين بعت 5 جوالات في 5 جوالات، انت الان عملت الايه؟ بسرعه. قوتك البيعيه او قدرتك البيعيه هيحصل لها ايه؟ ضعفت، خفت. فلما بيحصل التسارع اللي بيحصل معناه ان انت القدره اللي عندك خفت. نفس الموضوع في الصعود، لما تيجي مره واحده بتصعد صعود كده يبقى قدرتك الشرائية يحصل لها ايه؟ هتضعف. حلو. فدايما لما يحصل الصعود زي ده غالبا دي بتكون نهايه موجه ولا لا؟ اه. والنزول لما بيكون سريع كده تبقى نهايه موجه ولا لا؟ اه. حلو. اديها لكم بالبلد، السوق لما نزل في يوم 500 نقطه، مع ان السوق كان قبلها عمال ينزل، الاسهم نزلت 40% والناس ما كانت مقتفضه، بس لما لقوا النزول سريع الناس خافت. صح؟ مع ان هو اساسا خسران قبلها 40 50%. لان الحاجه الوجع لما بيجي لك بالراحه ما بتبقاش عادي يعني، لما يجي لك مره واحده الخضه اوه الحق، التسارع هو ده اللي بيخلي الناس ايه؟ قراراتها تلخبط. حلو؟ انت الان لما تيجي ترسم شارت بتبدا ترسم. طب تعالى معايا مثال هنا، ناخد مثال اكزامبل بسيط. اتخيل معايا الان الخط اللي احنا رسمينه تحت ده، مين موجود تحت الخط؟ مشتري. حلو حلو. الان وانت هنا
مين موجود فوق القمة في الخط، فوق الخط الاتجاه ده؟ مين هنا؟ بياع. حلو قوي. تخيل بقى معايا، طب لما نيجي نبدأ نفصل الحركة هنا، مين بدأ يظهر؟ لو قلنا ايه؟ مشتري. بدأ الحركة دي، بدأت تظهر مشتري. طب لنفرض ان السهم رجع ضغط كده ومرة واحدة برضو رجع تاني فوق خط الاتجاه، يبقى انت طلعت فوق الباي زون اللي هنا وطلعت فوق الباي زون بتاع خط الاتجاه، ده معناه ان مين بدأ يظهر في المنطقة دي؟ مشتري. حلو. التسارع دايما، التسارع بيقول لك ان قدرة البياع ايه؟ ضعفت. فلما يظهر مشتري هنا يبقى عنده فرصة انه يعمل ايه؟ يتحرك. حلو؟ واضح؟ وضحت إلى الآن الكلام يا شباب؟ طيب ناخد مثال تاني على الشارت ونبدأ. الآن لو أنا عايز أرسم خط أعمل كده. لاحظ بقى النقط اللي أنا برسمها. أنا كان ممكن أرسم كده، صح ولا غلط كده؟ صح. بس إيه الأصح لو عملت كده؟ ليه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. مظبوط؟ طب جميل، ركز بقى معايا. الآن أنا لو عايز أرسم قناة سعرية أعمل كده، خط موازي، وأقدر أحط النقط دي كده. أخدت كده، كترت عدد الإيه؟ النقط. حلو؟ جميل جميل. الآن دي قناة سعرية مظبوطة؟ أه قناة سعرية مظبوطة، ما عندكش فيها مشكلة. إيه هنا السهم اخترق ورجع وحاول يخترق، يعني مين موجود هنا؟ البياع. طيب السهم لما جه هنا هل المشتري ظهر؟ لحظة بقى معايا، هنا كان بيظهر مين؟ مين ظهر هنا؟ مشتري. لاحظ بقى معايا هنا المشتري هنا ايه؟ المشتري هنا لما رفع السعر لفوق قدر يعمل قمة جديدة؟ لا. يبقى المشتري هنا مين؟ ضعيف ولا قوي؟ طيب يعني مين اللي كان نوع المشتري هنا؟ افراد ولا هوامير؟ افراد. والدليل كده لما اخترق السهم الان، السهم الان لما يرجع للمنطقة دي هيقابل ايه؟ عروض. هيقابل عرض الكلاستر ما بين القاعدة وبرضو إعادة اختبار القناة، صح؟ سيل زون. واضح؟ طب لو عملنا كده زوم اوت، تعالى اللي انت ملاحظه، المنطقة دي مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. ليه؟ أنت كان عندك إيه كمان هنا؟ بص كده، خط اتجاه قديم قوي، كلاستر. السوق هنا احترمه، بس السوق هنا هيعمل إيه؟ ده أول نقطة. هنا أب وفشل. يبقى المنطقة دي بالنسبة لك هنعرف بعد إن الشمعة دي، يبقى دي شمعة إيه؟ فيها بيع ولا لا؟ ايوه هو ده اللي انا عايزكم يا شباب. التكنيكال اناليسيس مش مجرد رسم، انت مش فنان تشكيلي، لا فنان تشكيلي ولا شكيله، انت راجل تريدر، فبتحدد النقطه اللي تشتغل عليها، فين ظهر مين اقوى ومين غلب مين. واضح؟ تمام. طيب هنعمل بوز، هنوقف هنا، هتسمعوا المحاضرة، هتحط تطبيقاتكم. أنا بكرة كل شو إحنا إلى الآن، هل غيرنا تايم فريم؟ هل غيرت تايم فريم؟ لا. أنا الآن بتكلم إن ترسم على نفس التايم فريم، استخدم اليوم وارسم عليه يا عم. اشتغل على الى الان، هنشتغل يوم بس. اللي هنحلله يا شباب، احنا هنتكلم على طريقه اختيار الاسهم وازاي ان انت تتداول وتعمل ايه
وكل الاكشن ده كله. انا قلت اول محاضره يا منصور امتى هنبدا في مارك؟ بعد ما نخلص وايت كوشن. تمام؟ كل شباب هنعيد، انتوا ممكن ما سمعتونيش في الاول. قلت اول محاضره العرض الدعم والمقاومه، بعد تاني محاضره هنتكلم على السلوك السعري كاملا، وبعد كده هنتكلم على الحجم، وبعد كده هناخد نظريه وايكوف وطريقه رسمه، وبعد كده هنبدا نطبق مارك في اختيار الاسهم، وهنقسم استراتيجيات دخول، استراتيجيات خروج، استراتيجيات احتفاظ، واتجاه السوق. اربع استراتيجي، اربع حاجات. كل هطبق كريبتو كل الاسواق، طبق على كل. واضح؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، اعتذر على الاطاله. اعاده الاختبار وبتاع كل ده هنعرفه. ما تنسوا شباب نقطه، عشان الشباب القدام عارفين الدوره عشان طويله الناس بتمل او بتزهق او بتقول لا انا لسه مش فاهم والحاجات دي كلها. حلو؟ بس صدقوني انتوا في اخر الدوره هتلاقي نفسكم ملمين بحاجات كتيره قوي وجيده جدا. قول يا ماجد، قول سؤالك. اختيار الاسهم الجيده لسه هنجيله. شباب اي شرط تقدر ترسم عليه دعم ومقاومه، صح؟ مش اي شرط تقدر ترسم عليه خطوط. انا اهو كده، ايه رايك؟ كده هتبقى حوالي هتبقى حوالي 14 يوم. تمام؟ اي خط ممكن ترسم، بس مين قال ان السهم ده هيرد اصلا من الاول؟ ده اللي هنجيبه. طيب زياره السهم اكتر من مره يعطي ضعف؟ ايوه. احنا قلنا ايه في اول كلام؟ قلت ان عدد التلامس او عدد النقاط يزيد الاهميه، ما قلتش يزيد القوه، صح؟ يعني كمثال، شايف الخط ده؟ شايف الخط ده؟ خط مهم ولا لا؟ مهم، انا ما قلتش قوي، بس عشان حصل الحركه دي عنده يبقى الخط ده اعاده اختبار. وايه؟ مهمه ولا لا؟ مهمه. ليه؟ لان هو خط مهم من عدد التلامس بتاعه. معنى كلمة مهم ان اي اكشن هيحصل عنده ليه اهمية، ان كان كسر او اختراق او حركة. وضحت؟ الايام غير متتالية، انا بس المفروض ان هيكون عندنا يوم الاثنين الجاي محاضرة، بس في احتمال واحد ان المحاضرة تبقى الربوع مباشرة، لان انا اولادي هيعملوا عملية يوم الثلاث، ومسافر بكرة مصر عشان احضر العملية. تمام؟ فلو يوم الاثنين كان في ظرف او كنت متابع مع الدكتور، فانا هيكون الربوع. بس الى الان مبدانا الاثنين سوا ان شاء الله. الله يسلم قلبك يا رب. الواجب ارسم على اي شهر دعوم مقاومات ويحطه على الجروب. الله يسلم قلبكم يا رب. تمام؟ امين جميعا. خلاص هرسل التسجيل الان للكل، وان شاء الله يكون اداء بكره. لا قلنا اثنين وربوع، والاثنين لو حصل بس الظرف بتاع العمليه هيكون الربوع مباشره. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امين يا رب. السلام عليكم.